انا اسمي نور شمس الدين، انا محامي الاستئناف ومدير شؤون قانونيه في احدى الشركات الكبرى. النهارده حضرنا الملتقى الخاص بعقود الانشاءات الهندسيه الفيديك في فندق كونراد. الحدث جميل جدا ومتنظم بشكل جيد جدا. النهارده تم مناقشه اكثر من موضوع مرتبط بعقود الفيديك او عقود الانشاءات الهندسيه بشكل في منتهى الدقه وبشكل في منتهى المعلوماتيه. في معلومات كتير جدا تم تداولها ما بين الحضور او الاساتذه الحاضرين اللجنه العلميه للمؤتمر النهارده في منتهى العلم والكفاءه. المساله الخاصه بعقود الفيديك في مصر قليل قوي الندوات او المؤتمرات اللي بتتم عقدها عليها مره او مرتين خلال السنه الواحده ومش بالكثافه اللي حصلت النهارده. طبعا كان في اكتر من سيشن النهارده والمؤتمر ما زال مستمر لمده 3 ايام، يوم الاحد والاثنين كمان. الميزه ان تم مناقشه النهارده اكتر من عامل مرتبط بالناحيه القانونيه للعقود، منها مثلا المحافظه على التوازن العقدي ما بين اطراف العقد نفسه، تقسيم المخاطر ما بين اطراف العقد والمسائل المرتبطه بالالتزامات والحقوق لكل من الاطراف، اوامر التغيير دي برده من الاشياء المهمه جدا في عقود الفيديك اللي كانت تم مناقشتها النهارده، واحنا بانتظار بقيه الايام طبعا اعتقد انها هتبقى نفس مستوى النهارده في الكفاءه والجوده والقيمه المعلوماتيه للحدث نفسه.